بن علي محمد رضا، 28 سنة، سيمي برو، 90 أغنية ولا أكثر، بجوج، اتحاد طنجة، بارس، ممثل، أون كوبل. ساما كينغ واحد الرابر اللي بدا في عام 2002، وفي الساعه اللي كنت كنعمل الراب كان باقي الراب شويه في المغرب ما معروفش. دونك نقدر نقول لك انا كنت كنعمل الراب ماشي يعني بحال الراب اللي كان معروف دابا، كنا كنكتبوا غير لي بارول، كنغنيو غير ما بيناتنا وكذا. وفي الساعه اللي تطور الراب في المغرب اكتشفت ان فعلا كاين ديجا هذا السيل هذا كاين في المغرب. وفي الاول كنت كنسجل في حالي واحد، كنت يعني ما كانش كنت كنشوف انني غنقدر شي نهار نوصل ندير دي فيديو يكونوا عندي دي فان، حتى هذا ما كانش اصلا كاين. فكنت انا كنكتب وكنتمزك راسي، كنعطي الدراري الحومه ديالنا يسمعوا هذه وهادشي. دابا انت اللي كتعرف سما هذا واحد بسيدو ديال الوالد ديالي، لان كان اونترينور ديال المسكيلاسيون، كانوا كيقولوا له عنده الدات في حاليا في حاليا السما. فانا متزاديت مشات معايا ديك السما كينغ. بالنسبه للستيل اللي كنعمل انا كنبغي نعمل شويه ديال، كيعجبني في لي فيديو ديالي يكون شويه كلاس، بارفوا يكونوا شويه فيهم بحال هذا، نقول لك فيهم بزاف ديال المسائل اللي كتجعل الواحد يتفرج فيهم. بزناز جاني تاجن واحد القصه اللي هي معروفه خصوصا عندنا في شمال المغرب، يعني واحد الكوتي نوار ما نزيدوش نديتاي فيه اكثر ما هو مديتاي في الاغنيه. والغياب كان السبب ان انت كتعرف دابا الفنان في الاول خصو ضروري يكون عنده واحد المصدر ديال الدخل ابر الفن، يعني في البدايه ديالو ما حدو الفن باقي ما كيعطيش شي حاجه اللي يقدر يعتمد عليها. فلذلك انا حاولت نوفق ما بين الخدمه ديالي اللي هي الريزون فورماسيك وبين ما بين الراب. هذا هو السبب اللي كيجعلني نغيب واحد شويه ونرجع. والحمد لله الاغنيه بزنس دابا كنظن لقات واحد التفاعل كبير، بالنسبه لانها كتلعب في واحد ستيل جديد اللي هو التراب، لان مبقاش دابا الاندر جراوند وديك الشيء هذاك ديال الاول. دابا الحمد لله كنظن اغنيه بزنس ماشيه في واحد النسق اللي هو مزيان. حنا كنهضروا على المشاكل ديال الشارع ديال الشعب. الا غادي نجي ندوي مع واحد من الشعب مثلا دابا ما نقدرش نقول له يا سيدي هل يجوز كذا ما كذا، خصني نهضر معاه باللغه ديالو اللي هي اقرب منه باش نقدر نوصل ليه اكثر. الا هضرت معاه بواحد اللغه اللي هي شويه نيفو ديالها عالي ما كنظنش غادي يوصل له الميساج بالطريقه الكافيه. على داكشي الراب اللغه ديالو لغه عاميه واحد شويه. حتى مثلا واخا انا كنعترض على ان عندنا بعض لي رابور كيستخدموا بعض الكلمات النابيه، ولكن الا نجي نشوفوا واحد المنطقه ديك هي اللغه ديال الشارع. ماشي يعني ماشي كنأيد هذه الفكره، ولكن كنبغي نوصل الفكره بزاف ديال الناس. فالراب واحد الحاجه اللي خلقت من الشارع من الشعب، فلذلك كتهضر يا بلغه الشارع بلغه ديال الشعب. الطموح ديال اي رابور باش يكون فري رابور هو الطموح ديالو يكون احسن واحد في العالم، علاش غادي نقولوا المغرب ولا الشامل. فمسلم واحد الفنان اللي كان اعتز بانه من المدينه ديالنا، وصراحه ملي كنسمعوا انه عمل شي اغنيه مزيانه ولا هادي، فهذا واحد الشيء كيحفزنا باش اننا حتى حنا نواكبوا السياق ونواكبوا النيفو اللي كاين دابا. ماشي زعما المساله ديال خصني نكون حسن من مسلم، خصني اولا نكون حسن من نفسي. العام اللي ما جاي نكون حسن من نفسي في هذا العام هذا وهكذا. ولما لا، انا قلت لك الطموح ديالي نكون احسن واحد في العالم، ماشي غير احسن من شي واحد بالضبط. الراب في الساعة اللي كان عاطي كان معروف هذا الراب. دابا حاليا نقول لك الراب ما بقيناش كنعرفوا فين هو الراب، ماشي بالاحرى الجمهور ما بقاش كيعرف شني هو الراب وشني ماشي هو الراب، لان دابا الراب ولا كيتخلط بزاف ديال لي ميلودي، كيتخلط بزاف ديال لي زوتو تيون، كيتخلط يعني كتجبر دابا اغنيه كدوز في الراديو ولا كذا، صعيب ان الواحد يحدد واش انها راب ولا ماشي راب. على داك الشيء ملي كتجبر شي واحد كيعمل الفري راب كتلقى شويه ما كاينش شويه بزاف ديال الاقبال. هذا هو السبب الرئيسي كنظن باش نزل شويه الراب. صراحه تجربه فريده من النوع ديالها، لان ولو كنت انني متلت في ديك الفيلم بالصدفه، لان انا جيت في الاول غير باش الاغنيه ديالي تكون في السونتراك ديال الفيلم، ولكن تفاجات بان طلبوا مني انني نجي في واحد لاسين
اللي غادي يكون فيها حتى هو البطل. جيت حقا ممكن كانت شي لقطه يعني، ولكن كانت تجربه فريده من نوعها. كنتمنى الصراحه كان الحلم ديالي انني نمثل شي بطوله في شي فيلم ولا ولو شي دور رئيسي في شي فيلم. وخا غادي نقول لك دابا قبيله شي قلت لك باللي الخدمه ديالي شويه كتبعدني على الراب، ولكن ملي نجي نهضر على التمثيل بالصدفه قربتني بزاف ديال التمثيل، لان انا خدمت في الفيلم ديال توم كروز ولا ديال دانييل غريك النهار اللي جاوا المغربي يمثلوا، راه العبد الضعيف لله كان هو اللي كيعمل كونيكسيون بار ساتيليت. فكنت كنشوف بزاف ديال الناس كيفاش كتصور، كيفاش كتخدم، كيفاش كتبريباري، كيفاش هذا يعني. هذه واحد الحاجه كتحفزني بزاف، وكنتمنى انني شي نهار نكون في شي عمل فني سينمائي. انا سبق لي عملت اغنيه على لولتراس مي كانت باقه اتحاد في الدوزيام ديفيزيون، غادي نقدر نقول لك شي 7 سنين ولا 8 سنين كنظن ان شاء الله. دابا خص يشوف الفنان اي حاجه، خصو الحافز، خصو اللي يحفزو، خصو اللي يشجعو. الا جا الدراري ديال الالترا ولو غير كلمه بسيطه طلبوا مني ان السام ما يعمل شي حاجه، بكل فرح غادي نخدم المدينه ديالي بالفن ديالي، وشرف كبير غادي يكون ان شاء الله. غادي تكون ان شاء الله اغنيه ليلو ليلى، والاغنيه فيها شويه ديال الديناميك، فيها شويه ديال الحركه، وفحال اللي قلت لك غيكون فيديو كليب، لان الناس لاحظت كتاثر الفيديو اكثر من الصوت بوحديته. الناس ولات كيعجبها تتفرج وتسمع ماشي غير تسمع، فلذلك الاغنيه ديال ليلى وغادي ما نحاولش نهضر عليها بزاف باش نخليها مفاجاه. نزلت ديجا واحد التريلر في الباج ديالي اللي بغى يمشيو يشوفوا سما اكا كينغ، وان شاء الله غادي تنال الاعجاب الجمهور.